سنة وانت طيبة يا قمر. وانت طيب يا مجنون. ايه مالك؟ مفيش صاحب نوم مصدقة ومش في المود. كنت حاسس كاس وين عظيم يظبط الأداء. لا 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 مش قادرة. يلا هاتي كاسين ويلا قومي البسي عشان ما نتأخرش. متأخرش على ايه؟ احنا هنهرج على الحفلة يا سارة. لا 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 انا هكبر. ايه العبط ده يا بنتي؟ انت كده هتبوظي الترتيب خالص. مش عارفة مش قادرة. ايه الجو ده يا بنتي؟ سهرة لطيفة وبعد الحفلة نيجي عندي أو عندك. جوك اللطيف بقى ومودك الرايق وأول يوم في السنة بقى. أنت مش هتعقل أبدا. لا لا أنا مش هروح. عايز تروح روح لوحدك. يعني مش هتيجي؟ هروح لوحدي. انت بتهرج صح؟ قول انك بتهرج. يا ماما يا ماما انا فعلا مش ناقص. ماما ايه يا اخي؟ انت ازاي تدفع 60,000 جنيه في شبكة؟ ده انت واخد قرض عشان بقية توضيب الشقة ولسه هتتدبس في فرح. الناس اللي تدفع كده يكون معاها قد المبلغ ده 10 مرات. هتصرف يا ماما. هتتصرف منين؟ هو انا مش عارفة؟ ده انت نص مرتبك رايح في القرض. هعمل جمعية. وهتدفعها منين؟ هتتدبر. ممكن ابقى ادفعها من فلوس النقطة. وليه ده كله؟ ما تجيب اللي يناسب فلوسك. وهي كمان لازم تكون عارفة كده وما تضغطكش. لما احنا في الأول وبتعمل كده، أمال لما تتجوزها هتعمل إيه؟ هتبيع هدومك عشان تصرف عليها؟ بحبها. أحبها يا أمي. افهميني بقى. أنا عارفة إنك بتحبها بس هي كمان لازم تكون بتحبك كده. بتحبني؟ أنا متأكد إنها بتحبني. متأكد؟ يا ماما جان كويسة بس هي زي أي بنت نفسها تفرح. تفرح بكل حاجة. الواحدة اللي تحب فرحتها بتبقى على قد اللي معاها حبيبها وما بتفتريش عليه. فاهم حاجة؟ فاهم. فاهم يا أمي. أنا أبوك اتجوزني من غير شبكة أصلا علشان كنت عارفة قيمته. هي كمان لازم تبقى عارفة قيمتك. أنت غالي قوي يا عماد. وبعدين كفاية إنك بتحبها كده. هتتغير. هتشوفي. هي مش فارقة معاها بس أبوها وأمها. وهتفضل تحت رحمتهم؟ نتجوز بس وكل شيء هيتغير. ما تقلقيش. أنا مش قلقانة. أنا خايفة عليك يا عماد. وماله؟ حب. بقول لك إيه؟ ما تعملش جمعية. أنا هديك اسورتين من اللي جوه. بيعهم وادفع الفرق. لا لا يا أمي استحالة.
استحالة ايه بس؟ وبعدين انا مش محتاجاهم، ولو محتاجاهم هو انا عندي اغلى منك يا عبيط؟ يلا حبيبي يلا عشان تقوم تجيب شبكتك. ربنا يخليكي ليا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا روحي. قولي لي يا روحي 35 برضو؟ ايوه يا اختي 35 برضو. تشوفي حد من العيال ولا لا؟ لا خالص، بس سمعت ان هديل اتجوزت. بجد؟ اه قابلت سيف من فتره في الشارع. ما اتغيرتيش يا جان. فعلا؟ اه. طب بقول لك ايه، ما تشوفي العيال فين ندور عليهم. عندك نمرهم؟ ما عنديش نمر حد خالص. انا بقالي فتره. انت مستنيه حد ولا ايه؟ لا. نعرفه يعني؟ لا ده حرام. نكمل نميمة جوه. يلا يلا يلا. خدي جوه.